من ابناء ام درمان، وطبعا كل فنان منطقته تاثر عليه، وعشان كده هنلقى هنا ام درماني. وام درمان زي ما هي عاصمه الفن، حافله كانت بالشخصيات المؤثره، يعني شخصيات عديده في المربع اللي عشنا فيه في ايام الفن وعاش فيه صلاح مصطفى. اتذكر منه مثلا عمنا مصطفى الكتيابي، اشهر بوليس سري في تاريخ السودان، يقول لك ده عمنا مصطفى الكتيابي البوليس السري، عمنا احمد خير، عمنا يوسف الفكي، وبعدين تمشي جوه تلقى يوسف عمرغه، وبعدين تلقى الحاج هريدي، وبعد تلقى الشيخ عمر دفع الله، وبعدين الحاج عمر دفع الله، وبعدين تلقى البازار، وتلقى موسى كزام الرسام والمعلم شديد، وموسى ناصر والنفاش، وبعدين تلقى الأستاذ أو مصطفى أفندي محمد الحسين والد الأستاذ. وده نحن عندنا معاه قصة طريفة جدا أحكيها لكم باكر، وأبدأ بها الجلسة. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.